أهلا يا أصدقاء، المرة هذه يبدأ الفلوج ولكن بالليل. الآن تقريبا الساعة 2 بالليل، ولكن بشكل عام الفلوج هذا راح أخذكم باليوم اللي راح أبدأ فيه تحدي 24 ساعة من القراءة، وراح يكون هذا التحدي للمرة الرابعة على التوالي. سبق وسوينا 2017 وأيضا في 2018 وأيضا في 2019 وأيضا في هذه السنة. فكرة التحدي بشكل مختصر إن إحنا نكثف قراءاتنا خلال هذا اليوم بقدر الإمكان. طبعا زي ما قلت لكم قبل شوي إن الساعة 2، وفعلا الساعة 2 بالليل بداية متأخرة بالنسبة لي، ولكن ما في مشكلة، راح أحاول إن أبدأ قراءة من الآن من اليوم، يمكن ما أنام للصباح. المهم وهنا السالفة، راح أوريكم الكتب اللي اخترتها للتحدي. أول كتاب راح أقرأه بإذن الله اللي هو رباعيات عمر الخيام. بشكل مختصر ما عندي فكرة كثير عن الكتاب إلا إنه عبارة عن ديوان شعر، ولو تلاحظون أنا مؤخرا مرة صايرة أحب أقرأ شعر كثير. الكتاب الثاني اللي راح أقرأه بإذن الله اللي هو صديقتي المذهلة. طبعا هذا الكتاب بديت فيه يمكن بالفصل الأول فقط، بس لسه ما كملته، فيعتبر كتاب جديد تقريبا من 400 صفحة. إذا أنا أنهيته فهذا إنجاز. أنا أطمح إني أنهيه، بس هدفي إني ما أنهيه، يعني عاد لو قرأت 200 صفحة أعتبر بالنسبة لي good enough. آخر كتاب راح أقرأه، طبعا محدد لي هذه المرة أو هذه السنة كتب قليلة، اللي هو روائع طاغور. قرأت منه مقتطفات قبل ما أشتريه وتحمست كثير. فهذه ثلاث كتب ما حبيت أقرأ عنهم كثير، إن شاء الله أقرأ لكم عنهم بالأخير لما أنهيهم يصير فعلا أخذت انطباع كافي عنهم. أول كتاب راح أبدأ فيه الآن نختمه إن شاء الله قبل الفجر، اللي هو رباعيات عمر الخيام. فهذا أول كتاب راح أبدأ بقراءته الآن. تحديث بسيط، أنا كنت بس لابسة السماعات وجالسة أسمع صوت عاصفة. بسم الله. المهم أنهيت الكتاب الأول، ما أدري ليش أتكلم بصوت خفيف، بس يمكن عشان الليل. المهم بحاول أرفع صوتي بقدر الإمكان. أنهيت الكتاب الأول يا أصدقاء، وتقريبا أخذ مني 40 دقيقة قراءة، ما طولت فيه لأنه جدا قصير وعبارة عن يعني مجموعة بسيطة من الشعر، لكن جدا عميقة. بالبداية أول ما بديت أقرأ حسيت إيش جالس أقرأ أنا، يعني خفت أن الترجمة ما تكون مثالية، ولكن الترجمة تعدت أنها يعني كونها مثالية. الترجمة متقنة جدا 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 إلى أبعد الحدود، حتى يعني بديت أشعر أن النص أساسا كتب أساسا في اللغة العربية، ويبدو لي أنه راح أصير أرجع أقرأ كل فترة وفترة، يعني راح يكون من الكتب المفضلة. الكتاب الأول completely done. الآن راح أرجع هذا الكتاب وراح نبدأ بالكتاب الثاني اللي هو روائع طاغور. ودي أخذكم لوكيشن ثاني عشان أقرأ فيه ذا الكتاب، وأخذ نفسي ونصور بالشكل على نفس القاعدة ببدأ قراءة هذا الكتاب. تقريبا أول 50 صفحة عبارة عن مقدمة جميلة جدا صاغتها رانيا الجعبري، فكل الحب لك يا رانيا، ويعني تعلمت الكثير حقا، مرة تفاصيل جميلة جدا. فعلى حسب فهمي الآن راح أبدأ بالمختارات والأشياء اللي هي تنقلتها، فيلا نبدأ. بسم الله.
أكثر شيء يقربنا للمفكرة لما يكون فيها تفاصيل مرة لطيفة وعميقة جدا مثل هذه. في الصفحة الأولى مكتوب رسالة إليك، فبإمكاننا إحنا هنا نكتب كبداية الرحلة رسالة إلينا، إيش نبغى نحقق، إيش نبغى نسوي، إيش الأشياء اللي إحنا أصلا سويناها. وبعد ذلك موضحين لنا هنا طريقة استخدام المفكرة، ممكن بإمكانها نخطط، نتابع ونعدل، نحدد، نلون ونكتشف، ونلخص ونكافئ. المفكرة منقسمة قسمين، التقويم الشهري والمنظم الأسبوعي، والقسم الثاني هو خاص بالقراءة والأهداف القرائية، فهذا الشيء جدا حبيته. ليش حبيته؟ بشكل مختصر لأنه يوضح لي أنا إيش قريت وانطباعي عن كل كتاب. أحيانا يعني نقرأ كتب وتمر السنة بس ما نتذكر كم كتاب قرينا، ما نتذكر انطباعنا عن كل كتاب، مشاعرنا تجاه الكتاب، فهذه الأشياء مرة مهمة لما نبغى نرجع للكتاب، جدا جدا مهمة. هذه الأشياء اللي مرة حبيتها اللي هي الإلستريشنز، جميلين جدا. كذا شكل المنظم الشهري يوضح لكم الشهر، والجميل فيه وأكثر شيء مرة أحبه تحسونه خطوة ذكية جدا، أنا مو محددين التاريخ والشهر، إحنا نحدد التاريخ والشهر حسب الشهر اللي إحنا شرينا فيه المفكرة. يعني مو بالضرورة إحنا نشتري المفكرة بداية السنة، لا أبدا، نقدر نشتريها الآن ونبدأ بالتخطيط الآن. يعني صراحة أنا مرة معجبة فيها وجدا جميلة، لأنها راح تنظم أوقاتنا الدراسية، مذاكرتنا، كتبنا، الأشياء اللي راح نقراها، يعني جامعة كل شيء في شيء واحد، وهذا غير أنه حجمه مرة صغير وجدا مناسبة. وبما أنه السنة الدراسية قربت فمرة متحمسة أني أستخدمها. وتقريبا بين كل شهر وشهر راح يطلع لكم illustration ورسمة جميلة ومعها اقتباس. وصلنا عند القسم الثاني من المفكرة، فيها قوائم القراءة، وهنا هو القسم المخصص للقراءة، فيها نقدر نقيم الكتب، نكتب انطباعاتنا عنها، ونحدد إيش قرأنا وكم قرأنا وما إلى ذلك. وفي قوائم بالكتب، وبعدين في صفحات فيها قائمة متابعة القراءة، وفي تقريبا 50 كتاب. وبعد ذلك نجي عند الصفحة اللي نسوي فيها المراجعة، نكتب اسم الكتاب، تاريخ الانتهاء، الفكرة الرئيسية للكتاب، وتلخيص الكتاب، وإيجابياته وسلبياته، واقتباسات وملاحظات، وهذه أهم جزئية بالنسبة لي اللي هي الاقتباسات والملاحظات. هذه أكثر شيء حسسني أنه أنا إيش استفدت من الكتاب، إيش طلعت منه أصلا، كم اقتباس يعني شدني، إيش حسيت أني استفدت منه. مرة هذا الأشياء اللي تهمني بالكتاب. تدرون وش أكثر شيء جذبني بهذه المفكرة؟ أنها جابت طاري المكافآت. إحنا يعني المفكرة بالعادة إيش نتوقع منها تسوي لنا؟ تحفزنا إحنا ننجز، وكل بالها أن إحنا ننجز، أوكي هذا شيء مرة يعني كويس، ولكن المكافآت هي شيء مستحق جدا، بحيث أن المكافأة أصلا تحفزنا إحنا ننجز أكثر يعني، وهذا شيء مفهوم يعني أتوقع كلكم عارفينه. فجدا حابة فكرة أنه نهاية أو آخر صفحتين من المفكرة فيها مكافآت أو مقترحات المكافآت، هذا الشيء جدا حبيته وحسيته يعني إضافة جميلة جدا. فالمستوعب الأسطواني الأخضر لا يزن أكثر من بضعة أرطال، أجره ورائي على عربة فولاذية، وعلت ابتسامة زاوية فم أغسطس واترز. أنا يا صديقي على قطار ملاه لا يتجه إلى صعودا، قلت لما جاء دوري. Thank you.
ما انتبهت ان توقيت التحدي خلص اللي بعد مرة ساعة وشي، فأخذت وقتي شوي بالقراءة، ولكن مرت 24 ساعة والآن لابد اني اختم الفيديو. وأثناء ختام الفيديو راح أتكلم عن الكتب اللي قرأتهم وقيمهم، وراح أتكلم عن تجربتكم المبهرة جدا. أنتم أيضا تفاعلكم بالإنستغرام شيء عظيم، شيء مبهر، شيء أخ يعني فعليا ما انصدمت، لأنه أنا عارفة حبكم وتفاعلكم الدائم، ولكن مبهورة جدا جدا مبهورة وجدا ممتنة وجدا فخورة أنه الجميع قرأ والجميع دخل في هذا التحدي. وحابة أقول أنه لو ما ناسبكم توقيت التحدي بإمكانكم تسوونه أي يوم، يعني ما في مشكلة، هذا الشيء دائما يكرر كل سنة، بس فعليا نقدر نسوي التحدي متى ما حبينا، ما في أي مشكلة من هالناحية. أول كتاب أنهيته كان هذا الكتاب الشعري البسيط، واللي أرشحه بدرجة جدا كبيرة. الكتاب ما أخذت بدون علم، أخذت سهوا، ولكن جدا أعجبني، جدا اتصلت بكتابات الشعرية وحسيتها تلامس الزمن الحالي بشكل كبير جدا، يعني نسبة مرتفعة. الكتاب الثاني اللي أنهيته قلبت غلافة للأسف لأنه مبين، ولكن كان بعنوان روائع طاغور لرانيا الجعبري، وكانت مختارات رائعة جدا من الشعر، وكان في جزء منها مسرحية كانت له. حبيت الكتاب جدا، حبيت الترجمة جدا، يعني صراحة أيضا هذا الكتاب يعتبر كان صدفة شرائي له وما صدمني أبدا، ففعليا أنصح فيه بشدة لكل محبين الشعر خصوصا الشعر المترجم، أتوقع راح يعجبكم. بالنسبة للكتاب اللي انهيته كان بعنوان The Fault in Our Stars، وكان هذا الكتاب عبارة عن ريريد بالنسبة لي، يعني إعادة قراءة، بمناسبة أنه تم إصدار النسخة الصوتية باللغة العربية. بالنسبة لي راح أدعم دائما الكتب الصوتية العربية مهما كانت. جون جرين يكتب بطريقة يعني جميلة جدا، كثير ناس يعني أرى أنهم مرة معجبين بكتاباته. بالنسبة لي حبيت أكثر شيء كتاب سلاحف إلى ما لا نهاية، وهو أكثر كتاب أنصح بقراءته بالنسبة لي هذه. ولكن جربت قرأت لكم كتاب، أكثر كتابين حسيتهم فعليا يستحقون قراءة هم سلاحف إلى ما لا نهاية و The Fault in Our Stars، وحس بإمكاني أرجع أشوف الفيلم مرة ثانية، حس اشتقت لمرة. تعرفون أيام 2014 كيف كانت فيها بساطة فظيعة، يعني كان كل همنا أشياء غريبة، كنا لطيفين وبسيطين وما أدري، يعني فيها حنين هذيك الأيام، فيها نوستالجيا رائعة. راح أترك تحت بصندوق الوصف تفاصيل تطبيق ستوريتل، أنصح يا أصدقاء بشكل جدا كبير أنكم تنضمون لتطبيق ستوريتل، يضم نسبة جدا كبيرة من الكتب العربية الصوتية، وأيضا يضم نسب جدا عالية من الكتب الإنجليزية الصوتية والإي بوكس اللي هي الكتب الإلكترونية. جدا أحب ستوريتل، ما أستغني عنه، دائما هو موجود عندي ولطالما استخدمته، فعليا يا أصدقاء يعتبر من أنجح التطبيقات للاستماع في الكتب الصوتية. نجي الآن عن الكتاب اللي ختمت فيه التحدي، وهو كتاب صديقتي المذهلة. الكتاب هذا كان يعني شيء مبهر. أنا أكثر كتاب عجبني هو صديقتي المذهلة. أنا مرة أميل الأشياء اللي يكون فيها البساطة يعني نابعة، الأشياء اللي يكون فيها الشريحة من الحياة بارزة، فهذا الشيء وجدته بنسبة جدا عالية في هذه الرواية. طبعا على حسب ما أعرف أن الرواية عبارة عن رباعية، لطالما شفتها في الأرفوف وفي معارض الكتاب كل مكان ما تحمستها كثير، توقعت أنها راح تكون شيء ممل أو شيء ما يجذبني. مؤخرا اطلعت على بعض الكتب الإلكترونية وجلسة أفتش وأدور، وحصلت هذا الكتاب وقرأت جزئية منه، أتوقع أول فصل أو فصلين، وأعجبت فيه وبشدة، حسيت في شيء شدني فيه. بشكل مختصر الرواية تتحدث عن إلينا وصديقتها المذهلة. الرواية فيها، تعرفون الرواية لما تطلعون منها تحسون أنكم اتصلتوا بشخصيات كثير وحبيتوهم، كأنكم دخلتوا العالم، الحي، المكان، المنطقة، المدينة، وطلعتوا لها وسافرتوا لها وشفتوا ناسها ورجعتوا مكانكم. بالضبط هذا كان شعوري تجاه هذه الرواية، ومتحمسة جدا أني أكمل الرباعية، فأنتم تخيلوني بس أنهيها قبل نهاية السنة، هذا بيكون إنجاز رائع يعني بالنسبة لي. مجدداً حابة أشكر جميع الأصدقاء اللي شاركوا على الإنستغرام وتفاعلوا على الهاشتاج، راح أترك تحت بصندوق الوصف رابط الهاشتاج ورابط حسابي على الإنستغرام لو حابين تتابعوني هناك، مرة أتفاعل هناك وأحب الإنستغرام جداً، أحسه مكان كذا ودود ولطيف. وبكذا يا أصدقاء نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إن شاء الله أن الفيديو عجبكم، استمتعتم واستفدتوا، وأراكم قريباً بإذن الله.